الناس عندها معلومة عن الموضوع ده ولا لأ؟ حاضر يا دكتورة، حاضر حالا. تمام يا دكتور. تمام، ممكن حضرتك تكتبوا إجابة وأنا معاكم إن شاء الله في الشات. تمام، كولد بلادد انيمال. دكتور عبد الله ودكتوره منى ودكتوره ريهام. تمام، هو يمكن يعتبر بالنسبه للناس كثيره ان ده سؤال بديهي، ان طبعا السمك كولد بلادد انيمال زي ما حب كل الدكاتره وضحت. فاحنا يعني ايه كولد بلادد انيمال بالنسبه للناس اللي مش ليها في البيولوجي قوي؟ معناها ان الحيوان عندنا او الفيش بشكل خاص هي بتبقى حرارة البادي تمبريتشر بتاعتها زيها زي بالظبط الانفايرمنت السراوندنج ليها، بس رغم ان احنا كلنا متأكدين ان هي كولد